اللي تعلم اربط الحريق. اول شيء جيب حبل ملاحف تنجيل نص متر، تعبد اول عقده هيك شايف، هذا عقده صغير بتكبر هذا، شايف كده تعملها على قد اصبعين أول شيء بتجيب ايش؟ هاي عصف مو العصف، بتبسها في راس العقدة والحبلين بتجيبهم هيك، ركز معي شايف؟ واحد بتجيب أهم شيء كيف؟ من تحت جناحه ومن تحت رجله، شايف كيف علي؟ الله هاي الثانية هيك، تمسك الرجلين هذول تحطهم هون، تشد هالعقدة وتطول هيك، هي الوحيدة اللي لقيتها قدرت امسكها فقشت. ما هي العصفية ها.